يا هنانا يا هنانا يا هنانا ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد ظهر الدين المؤيد لظهور النبي أحمد يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله الله يا هنانا خص بالسبع المثاني وحوى لطف المعاني ما له في الخلق ثاني وعليه أنزل الله يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله الله يا هنانا خفيطيني يا مؤيد يا ممدد يا إمام القبلتين يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا لظهور النبي أحمد يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله الله يا هنانا سحنت في السرى إلا إليك والغمام قد أضلت والملا صلوا عليك